انتظرونا وبرنامج مكارم الأخلاق والحديث حول الاطلاع على مقتطفات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من حوله، المعنى الصحيح للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط، تأصيل مكارم الأخلاق في النفوس، الخلق الحسن، الأمانة، الصدق، بر الوالدين، حب الوطن، صلة الأرحام، كل هذا وأكثر مع الدكتور محمد أبو عيسى مدرس الدراسات الإسلامية بكلية التربية، كل ثلاثاء 11 صباحا. ازاي نحمي ولادنا من فيروس كورونا أثناء الدراسة؟ نختار الأكل اللي يفيدهم في البيت وفي المدرسة، نشجعهم على الرياضة دايما والنظافة، الحاجات دي وقاية لصحتهم. لو عندهم حرارة ما ينزلوش المدرسة حتى لو اضطرنا ان احنا نأجل الشغل عشانهم، لان كلنا عايشين مع بعض هناخد بالنا من بعض ونساعد ولادنا ياخدوا بالهم من صحتهم طول الوقت، عشان بصحة نقدر نتعلم. نحمي نفسنا نتعلم كلنا، برعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. واحدة من أقوى شركات التطوير العقاري في مصر حاليا، اسمها في العاصمة الإدارية أصبح لي صدى، بيراميدز للتطوير العقاري، واللي انطلقت لمدى أبعد ووصلت لمدينة السحاب الجلالة. مدينة الجلالة مدينة زي ما سمتها بيراميدز مدينة السحاب، هي فعلا مدينة سحاب. الجلالة نفسها النهاردة على ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر، انت واقف في قلب السحاب، انت بتعمل في قلب المرتفع منخفض سياحي، بتعمل فيه منتجع، بتعمل فيه شلالات مياه، بتعمل فيه منطقة غابات، بتعمل فيه بحيرات، بترفع البحر معاك فوق. احنا مش داخلين نزود حاجات مباني، لا، المباني موجودة والخدمات موجودة والبنية التحتية موجودة والترفيه موجود، احنا داخلين نحط رؤية جديدة خالص، رؤية منتجعات سياحية أوروبية. الجلالة النهاردة موجودة وقايمة واقفة على التشغيل، وإن شاء الله هتشتغل الجلالة من شهر 12، وبيراميدز هتدي أول مشروعات سياحية ليها كمنتجعات كمسيلاتها في أوروبا، هتبدأ إن شاء الله فيها في منتصف ديسمبر 20، وبإذن الله في 6/23 هيتسلم المنتجع والكوبون كله. أنا في رأيي الجلالة هتبقى العاصمة الثانية لمصر، لأن الجلالة رابطة العالمين بخط كهربائي، رابطة العاصمة بخط قطر كهربائي، رابطة القاهرة، رابطة أسيوط، فأصبحت المنطقة المحورية للأربع مدن الكبيرة في مصر. فأنا النهاردة لما بتكلم على منطقة الجلالة كمنطقة استثمارية بك، لا، دي حقيقة وحقيقة وواقع قدامنا. بيراميدز بتوعد وبتوفي في كل مشاريعها اللي بدأت فيها وأنجزتها. بيراميدز تسابق الزمن.